السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسفرت قرعة منافسة دورة الألعاب الإسلامية 2022 والتي ستجرى فعاليتها بتركيا عن وقوع المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة في مجموعة متوازنة. وأوقعت أمس الأحد قرعة المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة في المجموعة الأولى مع منتخبات تركيا والسنغال والكاميرون. ستحتضن دورة ألعاب التضامن الإسلامي في طبعتها الخامسة مدينة كونيا التركية في الفترة الممتدة من 9 إلى 19 أوت المقبل. يذكر أن المنافسة كان من المقرر إقامتها العام الماضي لكن تم تأجيلها سابقا بسبب تداعيات فيروس كورونا. كما سيشارك منتخبنا الوطني الجزائري في دورة الألعاب الإسلامية في هذه الطبعة في كرة القدم فقط، وستغيب منتخبات كرة الطائرة وكرة اليد لكلا الجنسين عن الألعاب. وهنا أعزائي المشاهدين شاركونا برأيكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.